ميغان الاحكام نسجود من السهو السهو يقات بنادم يغي توكا الحجد نغفل سيغفل وكان سجود من السهو يقات نات سجدات التلين تغلى خرن تظليت قبل يسلم بنادم نغي يسلم باش يجبر كالحاجة لي يتخسر تظليت سنت كالواجب ولا كرا من يتظليت ولا كرا من يزيد وكان تظلت كاع زندو كان الفرض ولا النافلة وكان الأسباب نسجد نساه وكان كراد بنادم غي زويد نغي غي نقص نغي شكا أما غي زويد بنادم أما غي سهب بنادم يزود نكان الركوع ولا يزود نكان السجود ولا يزود نكان السكويز يتو هن رئيس سجد سنة سجدات يغي سلم بعد سلم أما يغي نقص زودي نقص كان الركن زودي نقص الركوع نغي نقص السجود خصات أتي لا بدأ ديوي الركوع السجودا يكمل تظليت نس يستسنات سنة السجدات بعد سلام أما ون يفلك الواجب من تظليت زودي التحيات لزوار ولا سكويس نس أتي لا يكمل تظليت نس ورات ديوي التحيات أنولا سكويس نس أرك يكمل يستسنات السجدات قبل سلام قبل سلام أما ون يشكان إشكا أولي السماء الزول منوتا الزول يذكرات نتكوست هان نري ما غير كي يزر ما يغفلات يغداش يترجح ينطرف زون دي يترجح سكرات ولا ترجح هذا سكرات كوست يتيقني سيزي الزول كرات ولا يتيقني سيزي الزول كوست هان نري بنو فايل اللي فلاس يتقدر يترجحن يسجد بعد السلام سنة سجدات أما ون الدارو أولي الترجح أولي السنة يذكرات الزول ولا كوست أتري ابنه في اليقين ما يقال اليقين أنت قد كرت شكو كرت غير أغني قال اليقين إزار كرت يو ديسكوست إسكر قبل السلام السجود نساهو قالت لي أبنى يغني كالواجب يكلسنا نغير إشكا ورداسي ترجح وليس ما يزول إسكرت ولا كوست أما السجود بعد السلام قالت لي بعد السلام قالت لي يغني قسما مكان الركن ولا يزيد نكرة تظليت ولا شكا يترجح درس ينطرف عينان وكان السجود نساهو لتيني قبل السلام ولا بعد نص يغتير ربي توت بنادم إلا فلاسي توت أكي يفتع أتيراد يري يويتي دلوقتنا تيدوكتي أبلغ يطول الحال ولا ينقض لغدونس هنصفي يزري فلاسي يسقط فلاس وزري فلاسي اللي والو أما بنادم اللي تظلان للإمام يسهو الإمام يسجد سجود نساهو لابد تداول مأمومة تنتا غير غير تظل غير قبل السلام أتر تداول الإمام غير بعد السلام أتي الإمام عليه السلام ولي قال تن المأموم أشكو يقى أرد التداول التي خصان رد زواري كريود التي خصان عاد يسكر بعد السلام أما ولي تظل داخل الإمام يسهو انتا يسهو المأموم هانو فلس اللي والو أشكو الإمام كله الفلسطيني المسائلا بنادم يغيسها من التورة تظلت هنك فانت سنة سجدت أرتني أبو هريرة أفلس رضو ربي تبارك وتعالى يودي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس